السلام عليكم. فيديو جديد. هذا الفيديو هذا ماشي بحال الاخرين ديال لونغلي، هذا فيديو مختلف وغندوي بالدارجه باش نوصل الفكره ديريكت. اوكي، دونك اول حاجه باغي ندوي عليها هي ان انا شخصيا كنت كندوز واحد المرحله من حياتي كندير اهداف، انا عارف بلي خاصني ندير بزاف ديال الحوايج ولكن غير كنضيع الوقت، ما كنكونش بروداكتيف، ما كندير حتى شي حاجه، غير كنبقى نضيع الوقت وكنحس بالعمر ديالي كيبدا يتنقص شيئا فشيئا. فاليوم ان شاء الله غادي نقول لكم كيفاش هذوك الاهداف اللي كنديروا كيفاش نحولهم للحقيقه بلا هذيك الهضره ديال ضع يدك على صدرك وردد سوف اصبح كذا وسوف. لا، حنا غنشوفوا داكشي بطريقه عمليه منطقيه. اوكي، غادي نناقشوا بزاف ديال النقاط اللي غيبدلوا بزاف ديال الحوايج وغادي نناقشهم في اطار ديال لونغلي، ولكن هادشي هذا تقدر تطبقوا على بزاف ديال الحوايج في حياتك. ما تمشي فين، خليك في هذا الفيديو. ليتس جيت ستارت. اول سؤال خاصنا نسولو راسنا ملي نبغيو نحطو شي هدف هو I will or I want. كيفاش؟ انا نشرح لك. كاينين جوج ديال الناس. اوكي، واحد كيقول كنتمنى نربح شي مليار، الاخر كيقول غادي ندير مليار. شتي الفرق فين كاين؟ واحد كيقول غنتمنى، يعني الا طرات شي حاجه في الكون، شي واحد هز شي خنشه ديال الفلوس وجا عنده قال لي شري فيك واحد الخنشه ديال الفلوس، اوكي كيتمنى، ولكن الاخر كيقول غنديرها، واخد قرار حازم مصارم مع راسو انه غادي يديرها. اوكي، وبالتالي العقل ديالو كيبدا يجبد لي جميع الحلول الممكنه باش يدير هذيك الحاجه. فهاد الامر هذا مهم جدا. فانت ملي كتحط ولا انت ملي كتحط هذاك الهدف اللي باغي ديرو خاصك ضروري تقول غادي ندير هادي، ماشي كنتمنى نطرى هاد القضيه هادي. اوكي، بحال مثلا في لونغلي ما كنقولوش ما كرهتش نتعلم لونغلي، لا غنتعلم لونغلي. اوكي، خاص يكون عندك واحد القرار صارم وحازم مع راسك انك غادي دير هذيك الحاجه. هذه هي الحاجه الاولى. الحاجه الثانيه سمارت جول. كيفاش سمارت جول؟ انا نقول لك اس كتعني سبيسيفيك، يعني محدد، يعني شيء محدد. هذا الجول ولا هذا الهدف اللي باغي ديرو خاصو يكون محدد. نعطيك اكزامبل، غنتعلم اللغه الانجليزيه. اوكي، ماشي غنتعلم شي لغه، هذه غير محدده، ولكن ملي كتقول غنتعلم اللغه الانجليزيه يعني حددتي. اوكي، الهدف ديالك خاصو يكون محدد. ثاني حاجه ام، اشنو كتعني؟ ميجربل، قابل للقياس. عطيك مثال، غنتعلم لونغلي في ساعه، يعني قابله للقياس، ماشي غنتعلم غنتعلم لونغلي في شي ساعه، هذه غير قابله للقياس. اوكي، خاص يكون الهدف ديالك قابل للقياس. الحاجه الثالثه اي اتشيفبل، خاصو يكون قابل للتحقيق، اتشيفبل. اوكي، بحال ماشي مثلا غنتعلم لونغلي في 3 ايام، ما يمكنش، خاص يكون شي حاجه قابله للتحقيق. الحاجه الرابعه ار كتعني رياليستيك، واقعي، شي حاجه واقعية. هذا الهدف خاصو يكون واقعي. كيفاش؟ مثلا لونغلي غنتعلم غنولي طالق باللغة الإنجليزية في عام، واقعية، ولكن غنولي طالق في اللغة الإنجليزية في 3 أيام، غير واقعية. أوكي، الهدف ديالك خاصو يكون واقعي. هذه هي الحاجة الرابعة. الحاجة الخامسة تي تايم، تايم خاصو يكون محدود بالوقت. أوكي، ماشي غادي نتعلم لونغلي إمتى، العام الجاي، 10 سنين، 20 عام، خاصو يكون محدود بالوقت. غنتعلم لونغلي 6 شهور، غنتعلم لونغلي في عام. اوكي، خاص يكون محدود بالوقت، ماشي وقت ما، حيت الا كان وقت ما عمرك غادي ديرها، جو سوي سيور. هذه هي الحاجه الثانيه اللي خاصنا نركزوا عليها، وهذا هو سمارت جول. الحاجه الثالثه مهمه جدا، هما التولز اللي خاصنا نستعملوا باش نحققوا هذه الاهداف. انا جمعت لكم ثلاثه ديال التولز اللي غادي يفيدكم بزاف بزاف بزاف. هادو كاينين دي زابليكاسيون ودي سيت ايضا. اول حاجه هي نوشن. هاد نوشن فاش كنستعملوها؟ نوشن هي واحد لابليكاسيون كنوطيو فيها دوك القرارات اللي كناخذو، وحنا غاديين في الطريق باش نوصلوا للاهداف ديالنا خاصنا نوطيو دوك القرارات اللي كناخذو. اوكي، حيت مع الوقت غنبداو نساو علاش خدينا واحد القرارات، وهاد القضيه مهمه بزاف. خاصك تنوطي اي قرار خديتي، قول علاش خديته، باش ملي ترجع تقول هاد القضيه هادي راه درتها حيت هادي وهادي وهادي. اوكي، باش تبقى ديما مفكر علاش خديتي دوك القرارات. هاد القضيه مهمه جدا وتعاوننا فيهم نوشن. نوشن ابليكاسيون واعره كنصحك تيليشارجها. ثاني شيء هو تريلو ولا تودو ليست. شوف، الا ما كنتيش كدير تودو ليست حبس هذا الفيديو هنا. اوكي، الا ما كنتيش كدير تودو ليست حبس، صافي ما تكملش الفيديو. قائمه المهام ولا تودو ليست ولا داك الشيء اللي غادي نديرو مهم جدا، خاصك تنوطيه ضروري. بالليل خاصك تنوطي داك الشيء اللي غادي ديرو الغد ليه، ضروري. هاد القضيه ديال الا ما كنتيش كديرها غير كتخربق. اوكي، باش العقل ديالك ملي كيفيق الصباح كيكون عارف شنو يدير، غندير هادي وهادي وهادي، غنفيق الصباح بكري، غادي ندير هادي وهادي وهادي وهادي. اوكي، بينما الا ما كنتيش كدير تو دو ليست
غيكون عندك بزاف ديال الوقت خاوي. وانا نعطيك واحد النصيحه، كيقول واحد المثال، الا بغيتي تلاقى مع الشيطان خلي وقت خاوي في حياتك. يعني هذه القضيه هذه مهمه، دونك ديما دير تودو ليس باش ما تبقاش تخربق وما تخليش الوقت الخاوي العقل ديالك يدير شي حوايج تافهين وشي حوايج غير غادي تضيع فيهم الوقت. اوكي، قبل ما ندوزو للمنحنى الرابع بغيت نبارطاجي معاك واحد القائمه ديال العادات اللي كنديرهم انا. تقدر شي عاده تعجبك تولي ديرها في حياتك، هادو اصلا عادات مهمين خاصك ديرهم نورمالمون. اول حاجه هي فيق بكري، واش كتفيق بكري ولا لا. ثاني حاجه ريدينغ، واش كتقرا كتوبه مهمه حتى هي. عندك مورنينغ كويشن، واحد الاسئله خاصك طرحهم على راسك، بحال مثلا اشنو اللي كيخليني فرحان. هادشي هذا السؤال هذا الا طرحتيه على راسك في الصباح راه كيدير واحد الفرق كبير في النهار ديالك كامل. اوكي، كيبدل التفكير ديالك، كيبدل التوجه ديال التفكير ديالك. اوكي، هذه حتى هي حاجه مهمه. الحاجه الاخرى هي الماء، واش كتشرب الماء في النهار مهم. 70% من الجسم ديالنا مكون من الماء. كاين بزاف ديال الناس كنعرفهم ما كيشربوش الماء حتى كيعطش. راه الا عطش هذيك راه علامه خايبه للجسم ديالك. اوكي، ما خاصكش تخلي الجسم ديالك يعطش. الماء مهم. بريدينغ، واش كتنفس مزيان. التنفس حتى هو ايضا، التنفس ايضا مهم بزاف بزاف، واش كتنفس مزيان. حاجه عاوتاني ميديتيشن، واش كدير التامل، واش كتفوكسي على حاجه وحده في الصباح. راه كنت ديجا شرحت التامل اشنو هو، واش كدير ولا ما كديروش. هادشي كامل حوايج مهمين خاصك ديرهم، ولا ما كانتش شي عاده كديرها في النهار ديالك خاصك تزيدها. دوزو المنحنى الرابع. هاد المنحنى هذا بزاف ديال الناس كيعتقدوا باللي ملي كيبدا واحد الحاجه ولا كيبغي يوصل للهدف ديالو كيعتقد باللي غيمشي بحال الماط. في الحقيقه اشنو ها اشنو كيطرى؟ كيبقى غادي في الاول، ما كيبان حتى شي حاجه، ما كاين حتى شي تغيير في الاول، ولكن كتبقى غادي 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 بوم، كتجي واحد النقطه بيغ بريك ثرو، واحد النقطه اللي كتبدل بزاف ديال الحوايج. نعطيك مثال في لونغلي، كتبقى غادي كتقرا لونغلي غادي كتقرا لونغلي غادي كتقرا لونغلي، ما كيبانش لك بيغ ديفرنت، فهمتي؟ ولكن كتجي واحد النقطه العقل ديالك كيتادابط مع لونغلي، وبالتالي كيولي اكسبتي اكثر. يعني في مده قصيره كيولي اكسبتي بزاف، ويقدر اكسبتي داكشي اللي اكسبتيتي في المده الطويله ملي بديتي حتى لدابا. اوكي، دونك خاصك ملي تبدا تسنى ديك النقطه اللي غادي تغير كلشي. اوكي، هذيك هي اللي خاصك تسناها، وماشي تسنى زعما راه تبقى غادي بحال هكا، ما تبقى غادي بحال هكا. خامس حاجه كايزان. شنو هو كنعنيو بكايزان؟ كايزان هو، انا نقول لك واحد القصه كاين في الكتاب ديال الايقيقي والخفية، تقدر تمشي تقراه. واحد المراه بغات تقطع السكر من القهوه، بغات تولي تشرب القهوه بلا سكر. شنو بدات كدير؟ كل مره كتحيد حبه من السكره. دابا السكره مكونه من بزاف ديال الحبه ديال سنيده، فكل نهار كتحيد حبه، كل نهار كتحيد حبه، ياك اليوم كتحيد حبه، غدا جوج حبات، غدا ثلاث حبات، فهمتي؟ وهكذا. من بعد 3 سنين ولات كتشرب القهوه بلا سكر، بديك الحبه الصغيره بدات كتشرب القهوه بلا سكر. هذا هو كايزان، اولا تحسين الصغير المستمر. اوكي، هذا هو كايزان، مهم جدا. وانت غادي الهدف ديالك خاصك تطور في راسك شي حاجه صغيره واخا ما تبانش لك، ولكن المهم بقى مستمر انك تطور واحد الحاجه صغيره وانت غادي، فمن بعد مده طويله غادي يبان لك ا بيج هيوج ديفرنت. هذه الحاجه الخامسه. الحاجه السادسه، هذا المنحنى هذا كنت ديجا شرحته في هذا الفيديو هذا، اللي ما تفرجش فيه حتى شي واحد، تفرج فيه غير انا وشي ناس كنعرفهم، وفيديو خذا مني جوج سيمانات وانا كنصيف فيه وما تفرجوش فيه بزاف الناس للاسف، وفيديو اللي يقدر يبدل المفاهيم ديالك حول الحياه بصفه عامه. خذاو لي وقت طويل باش بريباريتهم، ولكن للاسف ما تفرجش فيه بزاف الناس. وانت غادي للهدف ديالك خاصك ضروري ضروري تكون راضي على راسك وراضي على داكشي اللي كدير، وداكشي اللي كدير خاصو يكون متوافق مع داكشي اللي كتوقعو من راسك. تفرج فيها دابا ونرجعو من بعد. اوكي، هاد المنحنى هذا تقدر تطبقو على بزاف ديال الحوايج. انا غنعطيك مثال غير بالاهداف ديالك، وانت تقدر تطبقو على بزاف ديال الحوايج، بحال مثلا الصحه ديالك، بحال اي حاجه. المهم هنا عندنا اهداف صغيره متوسطه، وهنايا اهداف كبيره. وهنا عندنا عدد الساعات ديال العمل في النهار، شحال كتخدم من ساعه في النهار؟ 2 4 6 10 حتى 16. ف الا كنتي مثلا باغي تكون راضي على راسك، خاصك تكون في هذا الخط هذا، خاصك تكون في هذا الخط هذا. خاصك ملي دير الاسقاط ديال عدد الساعات ديالك مع الاهداف ديالك يجوا هنايا في هذا الخط هذا، في شي بلاصه في هذا الخط هذا. الا جاوا هنايا ولا هنايا ما غاديش تكون راضي على راسك. الا جاوا هنا ما غاتكون راضي على راسك، وهنا ايضا ما راضيش على راسك. نعطيو مثال، مثلا واحد الشخص كيخدم مثلا 6 سوايع. اوكي، ودير اهداف كبيره في حياته،
بحال مثلا هما اهداف كبيره غنديروا لهم الاسقاط وغنديروا الاسقاط ديال 6 سوايع. فين غادي تجي؟ غتجي هنا، غتجي في هذه المساحه هذه. عدم الرضا عن النفس، علاش؟ حيت الاهداف كبيره ما متوافقاش مع عدد الساعات اللي كيخدم. خاصو نورمالمون الا بغى يحقق هذا الشيء هذا ما خاصوش يخدم 6 سوايع في النهار، خاصو يطلعها هنايا حتى 14 ساعه ولا 16 ساعه، خاص يكون توافق. اوكي، هنا ما عمره غادي يكون راضي على راسو، ديما يبدا كيشوف راسو راه غادي كيحقق شي حاجه ولكن هذيك الحاجه متوافقه غير مع اهداف متوسطه ولا اهداف صغيره، ما متوافقاش مع اهداف كبيره. ناخذ مثال واحد اخر، واحد الشخص كيخدم هارد، كيخدم 16 ساعه 14 ساعه في النهار ولكن الاهداف ديالو صغير. ها هي اهداف صغيره تا 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 14 ساعه، غيجي هنايا ما غيكونش راضي على راسو. علاش؟ حيت دغيا غادي يوصل ليهم، دغيا هاد الاهداف هادو دغيا غادي يوصل ليهم، وبالتالي ما غاديش يكون راضي على راسو، يقول صافي واش هادي الحياه، ما يبقاش عنده واحد الدافع انه يزيد يخدم ويزيد يضرب تمام، ديما ما غاديش يكون راضي على راسو. داكشي علاش خاصك ضروري تجيبها في هاد الخط هذا. بحال مثلا انت الاهداف ديالك متوسطه غادي دير لها الاسقاط وغادي تشوفها، مثلا خاصك تخدم 10 سوايع في النهار، الا كان عندك اهداف كبيره خاصك تخدم 16 ساعه 14 ساعه في النهار. هذا الشيء غير مثال تقدر تطبقوه على الصحه ديالك، تقدر تطبقوه على كما قلت لك على بزاف ديال الحوايج. غادي تقول لي كاين واحد الاشخاص ما كيخدموش وسعيدين في حياتهم، ديما كنلقاوهم في راس الدرب باركين وسعيدين عايشين بخير مرتاحين. عرفتي علاش؟ واش عرفتي علاش؟ حيت هما هنايا اصلا، هما في هذا الخط هذا ما عندهمش اهداف اصلا، زيرو اهداف وما كيخدموش، دونك كاين توافق. واش فهمتي ولا لا؟ يعني كاين توافق بين داكشي اللي كيديروا وبين داكشي اللي كيتوقعوا من راسهم، ما عندهمش اهداف وما كيخدموش، دونك غادي يكونوا سعداء. ولكن انت ما كننصحكش دير بحال هكا، ما خاصكش تكون اناني وتفكر غير راسك تكون سعيد، خاصك تخدم باش تعاون بزاف ديال الناس. كنتمنى انك تكون استفدتي من هذا الفيديو، وكنتمنى اكثر اكثر ماشي دير لايك، ماشي دير سبسكرايب، ماشي تبارطاجي، ما كنتمناش هادشي هذا، كنتمنى انك تحقق الاهداف ديالك وتلتزم عليهم من اليوم. اوكي، ومن بعد عام ترجع لهذا الفيديو هذا وتقول هذا الفيديو كان السبب في انه يغير بزاف ديال الحوايج وبزاف ديال المفاهيم عندي. كنتمنى تكون استفدتي مره اخرى. سي يو ان نيكست فيديو.